نعم، كيف تقرأ هذه المفارقة في التعامل بين كييف وبين سوريا؟ يعني للأسف الشديد قالها منذ بداية الحرب على أوكرانيا بأن هناك فرق بين من عيونه زرقاء وخضراء وبين من عيونه سمراء أو يعني يحمل البشرة السمراء. اليوم الشعب السوري الذي منذ عام 2015 ودخول الروس هم يقتلون بيد الروس، يقتلون بيد فاغنر، بيد الطائرات الروسية والطيارون الروس الذين تدربوا بحدود 67,000 طاقم ومقاتل روسي تدربوا في سوريا من أجل أن يشنوا الحرب على أوكرانيا. ولو منع الروس في سوريا من الدخول إلى سوريا وقتل الشعب السوري لما تجرأوا على الدخول إلى أوكرانيا. واليوم إذا لم يتم قطع يد بوتين في أوكرانيا ستكون بولندا وغير بولندا ومولدوفيا وغيرها من الدول الأوروبية هدفا لبوتين وهدفا للعسكريات الروسية. نعم أستاذ أحمد، نعود إلى المسيرات. في بداية ضربات المسيرات الأوكرانية لروسيا كانت مجرد رسائل، لكن اليوم أصبح هناك قتلى في الشارع الروسي. ألا تظن أن هذا قد يؤثر على الشارع الروسي وقد يؤلب هذا الشارع على نظام بوتين؟ وفي الجزئية الأخرى عسكريا، كيف وصلت هذه المسيرات على بعد موسكو التي تبعد أكثر من 500 كيلومتر عن أوكرانيا؟ يعني المسيرات هي أداة قتال. عندما يتعذر وصول قذيفة مدفعية إلى أكثر من 30 كيلومتر فتقوم هذه المسيرة بإيصال هذه القذيفة إلى 1000 أو 800 أو 700 كيلومتر. وصلت إلى قاعدة إنجلز، وصلت إلى بلغوغراد، وصلت إلى كورسك، وصلت إلى القرم، وصلت إلى موسكو وإلى قبة الكريملين. إذن هذه المسيرة التي هي رخيصة الثمن بحدود 20 إلى 25 ألف دولار ثمن هذه المسيرة التي تقوم بهدف كبير جدا، هي لن تحسم المعركة هذه، ولكن ترسل رسائل كبيرة إلى الشعب الروسي بأنكم لستم في مأمن. بما أن كييف تقصف ومدن لافيف تقصف وأوديسا تقصف وغيرها من المدن الأوكرانية تقصف، فإن موسكو ستقصف، أن قاعدة إنجلس ستقصف، كل إذن مدى هذا الطيران ستقصفه هذه المسيرات. إذن هي حالة رعب، حالة نفسية، حالة إعادة التوازن، رفع قوة المعنويات للجيش والشعب الأوكراني الذي يصفق كثيرا عندما تصل طائرة وتقصف الكريملين، وكذلك الشعب الروسي الذي هو يتبجح بالدعاية الروسية بأن روسيا دولة آمنة وأن لا يستطيع أحد أن يصل إلى موسكو أو لقبة الكريملين. تصل هذه المسيرات وتضرب في عقر دار بوتين. Thank you.